السلام عليكم متابعينا الأعزاء. في هذه الحلقة لن نتحدث كثيرا عن خبر إلغاء خنوش حجز سويت و17 غرفة في أفخم فنادق فرنسا أو رحلته للتزلج في فرنسا بتكلفة 300 مليون سنتيم، لكن سنتكلم على ما هو أهم، على السبب. سنعرف أسرارا جديدة على العائلات التي تحكم المغرب والشبكات التي تحكم المغرب، ولماذا لا تحاسب، ولماذا لا يمكن محاسبتها أصلا. هل تعلم عزيزي المشاهد أن اسم زوجة عزيز أخنوش أيضا هو سلوى أخنوش، نفس اللقب نفس الاسم العائلي؟ هل تزوج من أخته؟ طبعا لا. وأيضا نحن لسنا في السويد، فالزوجة لا تغير اسمها في المغرب على اسم زوجها كالغرب، لكن معك حق عزيزي المشاهد، إنها ابنة عمها والتي تملك مجموعة شركات أخرى تسمى أكسال. أخنوش يملك أكوا وهي تملك مجموعة أكسال. تزوج من سيدة الأعمال سلوى أخنوش والتي هي في نفس الوقت ابنة عمها. ما يهمنا في كل هذا هو ملاحظة واحدة، خيرنا ما يده غيرنا. هل الأمر يتوقف هنا فقط؟ سنرى بعد قليل. لم يكترث أخنوش بمخاطر الزواج من الأقارب وخطره على صحة الأطفال الجسدية والعقلية، لكن المهم بالنسبة لأخنوش هو الثروة، أن تجتمع ثروة العائلة وألا تتفرق. خيرنا ما يده غيرنا كما يقول المغرب. هذه العلاقات علاقة المصاهرة أو النسوبية بين العائلات الكبرى التي تسيطر على المغرب، سنلاحظها كثيرا بين من يتحكمون في خيرات هذا البلد، إنهم يتكاثرون فيما بينهم. ونحن الآن نتكلم على عائلة أخنوش فقط كمثال لكي تفهم هذه العلاقات. هل تعلم أيضا أن أم أخنوش رقية عبد العالي هي شقيقة عبد الرحمن عبد العالي، أي خال أخنوش؟ طبعا هذه معلومة بديهية، إذا كانت أمه أخت عبد الرحمن ابن عبد العالي فإن هذا الأخير هو خال أخنوش. لكن من هو هذا الرجل؟ إنه أول وزير للأشغال العمومية في حكومة عبد الله إبراهيم. هذا الرجل هو خال أخنوش. هل تعلم أيضا أن خال أخنوش بنفسه متزوج من عائشة الغزاوي؟ من هي عائشة الغزاوي؟ إنها ابنة محمد الغزاوي، أول مدير عام للأمن الوطني ومدير الفوسفات وسفير المغرب بعدة دول. بدأت تلاحظ هذه الشبكة من العلاقات، أليس كذلك؟ هل تعلم أن أخنوش أيضا هو ابن عمة زوجة الأمير هشام، ابن عم الملك محمد السادس؟ يعني زوجة الأمير هشام تقول لأخنوش يا ولد عمتي. نعم، ابن عم الملك له صلة قرابة بأخنوش. كانت هذه مجرد أمثلة بسيطة، أما إذا تبعنا هذه العلاقات والمصاهرات بين العائلات الكبرى ومن يسيطرون على المغرب فستصبح الحلقة مدتها 3 أيام. لكن ما يجب أن تعرفه، أن تكون على يقين منها، هو أن الأمر كله على هذا المنوال. من يتحكمون في خيرات هذا البلد يتاجرون فقط فيما بينهم ويتكاثرون ويتناسلون فيما بينهم، أصبحوا عبارة عن شبكة يحمي بعضها بعضا على مدى عقود طويلة. هذه الشبكة جد متشابكة، نعم شبكة معقدة تداخلت فيما بينها منذ عهد محمد الخامس إلى اليوم، ولها صلة قوية جدا فيما بينها، وأيضا صلة بالعائلة الحاكمة. هل تعرف أيضا أن أخنوش معروف بأنه صديق للملك؟ وهذا ليس مجرد كلام كما يقال فلان صديق الملك وفلان صديق الملك، بل بالدليل إن أخنوش هو الوزير الوحيد في تاريخ المغرب الذي زاره الملك محمد السادس في بيته. نعم، الملك محمد السادس ذهب إلى بيت أخنوش واستقبله في بيته، وكان هناك عشاء وأخذ ورد، المهم صداقة عادية كما يعرفها الجميع. أما فيما يخص المال، هل تعلم أيضا أن أخنوش قبل وفاة الحسن الثاني ب4 سنوات فقط وتحت إشراف البصري قام أمهال صاحب شركة سوميبي للمحروقات، والتي كانت أهم منافس لإفريقيا غاز التي يملكها أخنوش، كانت هناك صفقة بمباركة البصري، حيث قام أمهال، ويقول البعض أجبر أمهال على بيع شركته لأخنوش ليصبح هو المسيطر على قطاع الغاز بالمغرب. والعجيب في الأمر هو أن أخنوش لم يكن يملك أموال الصفقة، فقام تجاري وفا بنك، وهو بنك يملكه الحسن الثاني حينها، قام هذا البنك بإعطاء المال لأخنوش ليشتري شركة أمهال التي تنتج سوميبي، وسيطر أخنوش بعدها على سوق المحروقات. وهنا أيضا نلاحظ تداخل المصالح المالية والتجارية بعد أن لاحظنا قبل قليل علاقات التصاهر والنسوبية كما يقول المغاربة. إذن ببساطة إنها شبكة تسيطر على المغرب، لا يطبق عليها القانون الفضفاض والذي يمكن تأويله لإعدام من صرخ، وتأويله لتبرئة من هو في دوائر السلطة والمال والتجارة والعائلات التي تحكم المغرب. أما فيما يخص كيف يخرج أخنوش المال من المغرب، فلا يجب أن تسأل هذا السؤال. فقبل مدة بسيطة رأينا تسريبات باندورا بيبرز
ولم نرى أي تحقيق أو توضيح للشعب المغربي. إذن من سيحاسب أخنوش؟ وهذا هو السر وهو الجواب عن السؤال: لماذا ينجو أخنوش دائما ولا أحد يحاسبه؟ جميعهم يا عزيزي يرتكبون نفس الأفعال، جميعهم أحباب وعائلات وشركاء، فكيف تنتظر منهم أن يحاسب بعضهم بعضا؟ وهم دفنوه سوا كما يقال. سبق وتحدث الجميع عن صفقة تضارب المصالح التي كان قد أبرمها أخنوش لتأمين أسعار المحروقات، واستفادت منها شركته بمئات الملايين من أموال الشعب ولم يحاسب. أو صفقته الأخيرة حيث قام بشراء أسهم في شركة غاز طندرارة وسيبدأ ببيعه للمغرب. والغريب في هذه الصفقة أنه بعد أن اشترى أخنوش الأسهم في هذه الشركة، قام وزير من حزبه بإعفاء هذه الشركة من أداء الضرائب، في حين ترفع الأسعار على المواطنين البسطاء وتفرض الضرائب على الثلاجات والغسالات. وليس هذا فقط، بل هناك عدد كبير من الصفقات والفضائح المالية، وليس لأخنوش فقط بل لعدد كبير ممن هم في هذه الشبكة. منهم من يتهرب من الضرائب ولا يحاسب كرشيد الطلب العالمي، ومنهم من يبدل أموالا عمومية ويحكم عليه بالسجن وتموت أمه فيسمح له بشكل استثنائي لحضور الجنازة، لكن بعد أن تنتهي الجنازة لم يعد للسجن بعدها أبدا وإلى اليوم، وكأنها السيبة. وفعلا إنها السيبة. نتحدث هنا مثلا على خالد عليوة، إنها شبكة علاقات تجارية ومصاهرة وعائلات ومصالح، شبكة فوق القانون تمتص دم هذا الشعب وتكبح تقدم هذا البلد وتعيش على آلام شعبه وعلى تخلفه وهدم مستقبله. أموالهم في الخارج وطائراتهم جاهزة تنتظر فقط ويباتوا ما يصبحوا كما نقول. وهذا ما يفسر خبر اليوم، فأخنوش الذي يخرج مئات الملايين في حين أن المواطن يمنع قانونا من أخذ أمواله ومغادرة الوطن. كل ما يمكن أن تخرجه معك هو بضعة آلاف من الدراهم، أما السيد أخنوش فيخرج مئات الملايين دون أن نعرف كيف أخرجها. سبق ورأينا فضيحة مماثلة كيف أخرجت ياسمين بدو مئات الملايين هي الأخرى دون أي شرح من مكتب الصرف ودون أي عقاب. هذا ما كشف فقط. أخنوش الذي اضطر إلى إلغاء السويت وسبعة عشر غرفة في فندق فاخر بفرنسا كان يريد قضاء عطلة رأس السنة بها ليتزلج على الجليد الفرنسي، كان يريد أن يساهم بتلك الأموال في اقتصاد الأم فرنسا عوض التزلج فوق ثلوج جبال الأطلس المنسي، لأنه هناك ستفسد عليه صور الفقراء والأطفال العراة فرحة الاحتفال بالكريسماس. شكرا لكم وإلى اللقاء.